السلام عليكم حبيباتي، اليوم مع وصفة مطبخ دليلة ديزات. نشارك معكم وصفة كسرة الفطير صحية بالفارينة الكاملة بمقادير مضبوطة. ابقوا معي حتى اخير الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفة. غير تدخلوا حبيبة قلبي للقناة، ما تنساوش تخليوا لي لايك والكومنتار، ولعجبكم الفيديو ديروا لي البرتاج. هنا حبيباتي انجزوا الكسرة تاعنا فطير صحية بالفارينة الكاملة بمقادير مضبوطة. هنا عندي القصعة تاعنا، حطينا لها طرشونة باش ما تزعزعش. عندي هنا الفارينة الكاملة، نقيس معكم 4 كيسان، وعندنا الماء كيفاش نطمو باش نطموها ونقولكم شحال الدالي. وهنايا عندي كاس ناقص، يعني كاس الا ربع ولا ناقص اصبع، درتو نص زيت زيتون نص زيت المائدة، وكاس تاع سميد سيم رقيق. هنا درنا تاع ماما الكاملة، عندها هكذا حبيبات يعني صحية، قلتلكم بمقادير مضبوطة. وهنا عندي مغرفة تاع قهوة حليب تاع الملح، وعندي مغرفة نص مغرفة ولا مغرفة تاع لاتاي تاع سكر حبيبات. وهنا عندي الخميرة تاع الحلويات، دوك تشوفو معايا شحال ندير. نسبق قبل في هذاك السميد، نزيد هذيك الفارينة الكاملة، واحد حنا حنديرو 4، زوج، ثلاثة، أربعة، يكمل هذه الكاس صافي 4. فوالا نخلي لكم صندوق الوصف شحال الجراماج اللي بدالي. نخلطوا هذه الخميره بليتو هذه الملح مع السكر، يعني باش تحمر لنا في الوصفه في الطاجين تاعنا. ما يبانلكمش اللي تشكل نقصنا الكوكوط تاعي، ندير الخميره تاع الحلويات يعني باش تجيكم حميمره وخفيفه وما تجيكمش ثقيله. انا حنديرها كاع، ندير 10 غرام ونخلط هادو النهواش قبل هكذا. باش هذاك السميد والفرينة يتخلطو، نزيد هذاك الزيت. قلت لكم انا خلطت شويه زيت الزيتون، درت نص نص، نص زيت المائدة ونص زيت الزيتون. اللي ما عندهاش تقدر تزيد دير الزيت اللي عندها، ولا دير الزيتون زيت الزيتون وحده، كل واحد واش عنده. هذيك الخميرة تاع الحلويات باش من كي تصبح لكم صباح هذه الكسرة تجيكم هايلة مقرمشة من الفوق ورطبة من التحت. دوك نكيلكم الكاس الماء تاع روبيني نورمال ماشي سخونة. هندير كاس واحد، هكذا نخلط. وهنايا الكاس الثاني نروحو غير بالعقل، منجريوش الكسرة تاعنا، وما تجيناش طرية بزاف وما تجيناش يابسة، باسكو الفارينة الكاملة ماشي كيما السميد. كاس وكاس ثاني درت غير منه غير النص، تجيكم لاباط مليحه يزيد يتشرب شويه. قلت لكم فاين الكامله ماشي كيف كيف كيما السميد. هاي شوفوا هكا دوكا تلاصق شويه هكا، لو طون نقي البلون طرافاي نولي لعندها نلقاها تشرب كيف. نقسمها على زوج خبزات هكذا،
نزيد الثانيه ونجوزو نخبزوهم. انا حطيت الطاجين تاعي سخن، شعلته مقبيله على النار يعني متوسطه باش ما يحرقليش بالخفه الكسره، ونبدا نحلها بالحلال. هايله وصحيه، وتلقاو في صندوق الوصف بالجراماج، يعني عطيتها لكم بالمقادير مضبوطه بالماء كلش، عطيتكم مام سميد واش اللي زكلو هذاك الكاس تاع سميد. نتوما تحبوا ديروها رقيقه ديكم كيما الكاطو، تحبوا ديروها شويه باللحمه تاكلوا بها هاد اللوبيا نتوما كيفاش حبيتوا، ولا اللي يشرب بها قهوه يديرها خير رقيقه، هذا يرجع اليكم كل واحد كيفاش متعود مع العائله تاعو ياكلوا الكسره تاعهم، ما نقدروش نتحكموا كل واحد كيفاش يحب. وكي تشوفوها معوجه على لي كوتي باش تسويوها، جيبوا هاد الاداه ولا الكوبات هذا باش تجيكم يعني مدوره شابه، ونزيد نثقبها بالفرشيطه نديروها على النار يعني شويه فوق المتوسطه هكذا نثقبوها كاع. هكذا طونزونطون نديرو هكذا، متخليوهاش غير قاعده هكاك في الطاجين، طونزونطون سمحوا لي طونزونطون ديرو هكا بيديكم. هنا كي نديرو هكا شوفوها حميمره، شوفو جيبو هاد الاداه ولا الطبسيطله دخلو هكا وحطو يديكم هنا اب بسم الله، هادو شتو ساهله ومهله حميمره الله الله. دوك نجيب هاديك تاع الحطب نحطوهم من الفوق هنا، هادو تاني يعاونو بزاف حبيبه قلبي. نديرو هكدا باش تجينا خبزة يعني مساوية، ماشي بلاصة طالعة شوية وبلاصة هابطة، نكملها كاع هكا حتى تحمر لي من هاديك الجهة التانية. هكدا نجيب بابي تاعي شوفوها كيفاش راهي حميمرة الله الله. نكملهم هكدا حبيباتي، قالت لي وحده نكملها ونولي لعندكم. كسرت فطير صحيه بفرينه الكامله بمقادير مضبوطه، شوفوا كيفاه جاتني كاطو، شنو نقولكم خلط لها شويه زيت الزيتون ولا اروع، شوفوا هايله ريحتها ما شاء الله من يديكم هايلك. واش نقولكم هادي درتها انايا يعني قدمتها مع اللوبيا تاعي، دوك تشوفوها معايا وشنو برك انا بارطاجيتو هاد الكسره وحدها وهاديك اللوبيا تاع الفصاص وحدها، شنو تجيكم فيديو ممل طويل. هادي قدمتها لكم وحدها يعني باش كل وحده تبع على حسب باش ما تخلطلكمش، المهم فيديو ما يجيش طويل. هكذا حبيبه قلبي، ولا عجبكم الفيديو خليو لي تعليق صغير الكومونتير، ديروا لي البارطاج، جمجموا لي كي تدخلوا القناه تاعي حبيبات قلبي، ديروا لي البوس بلو هذاك لي جام يعني باش تشجعوني هكا باش الفيديو تاعي يطلعوا يعني اليوتيوب. هذه هي، نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.